الحساسية، الكلاب اللي بيطلع لها بقع، الكلاب اللي شعرايتها بتقع، الكلاب اللي بتقعد تهرش، افتح لي الباب عدل، اللي بتقعد تهرش وبتخلي نقدر نقول الكلب يعور نفسه. كل دي انواع واعراض من الحساسية. هيجي واحد هيقول لي هي الحساسية عبارة عن ايه؟ بص، الحساسية نقدر نقول نتيجة ممكن بتاكل اكل معين بيلخبط لك الجهاز الهضمي بتاعك، بيحصل حساسية. ممكن لا قدر الله بيجي حشرات وبرغيث في المكان وبالتالي الكلب من دم لدم بيحصل حساسية. ممكن نتيجة الحشرات والقراض الكلب بيهرش في جسمه فبيعور نفسه تعوير او بيحصل التهاب، زي ما انت بتقعد تهرش هرش هرش تكبر توسع يحصل التهاب يحصل حساسية. في حاجة اسمها اعراض للحساسية، فاحنا عايزين نتكلم. انت كده فهمت الحساسية عبارة عن ايه، ايه هي حل المشكلة بتاع الحساسية. والناس ما تستهترش بالفيديو ده لانه فيديو قيم قوي ومهم قوي، فالناس تعمل لايك ومتابعة للفيديو او للصفحة. حل المشكلة، احنا عندنا اصلا احنا قلنا عبارة عن حكة او خدش، ماشي. طب حلها واسبابها وايه نظامها، ده اللي احنا بنتكلم فيه. ممكن تكون الحساسية من نظام بيئي او من التغذية. تغذية ازاي؟ زي ما احنا عندنا في البشر، في واحد بياكل الفراولة يجيله حساسية، في واحد بياكل المانجا يهرش، في واحد بيلمس اللحمة ايديه تحرقه. انا كده دي اسمها النظام التغذية. برضو بالنسبة للكلاب، في كلاب لما بتاكل خضار بيجي لها حساسية، في كلاب لما بتاكل كذا بيجي لها حساسية وهكذا. ففي عندك حاجتين، يا اما نظام غذائي يا اما نظام بيئي. ايه هو النظام البيئي؟ ان حضرتك حاطط الكلب في اوضة زي دي، زي البدروم ده، زي المنور ده كده، حتى متر في متر، اصلا ما بيخشهاش هواء، ما بيخشهاش شمس، فبالتالي في رطوبة. هاتلي المساحة ونظف المكان ده، في رطوبة، الدنيا مش مظبوطة، فبالتالي بيحصل حكة او بيحصل خربشة. وقلنا الحساسية ده بيجي نتيجة احتكاك او هرش، نتيجة عنصر داخلي او خارجي، اللي هو الاكل والتغذية او البيئة اللي احنا اتكلمنا فيها. في حساسية بتيجي نتيجة الجو، في موسم الرز، نتيجة حبوب اللقاح، كلام زي كده. طبعا في حاجات الداخلية احنا قلنا اللي هي زي البراغيث، زي البق، زي الحشرات، الحاجات دي كلها. الاعراض بتاع الحساسية، لكل مرض له عرض، والعرض لما بيجي لازم حضرتك تعرف. رغم لما بيجي واحد يقول لي انا عندي الكلب ساكت وهمدان، بقول له ايه الاعراض؟ بيقول لي مثلا في ترجيع، في اسهال، في كذا. كويس قوي، ايه اللي خلاك تقول ان في حساسية؟ قال لي ده بيحصل تغيير في السلوك، بدأ يعض في نفسه. جميل، بدأ يحصل حكة وهرش في مكان معين في الجسم. جميل، طب مين اللي قال لك ان دي حساسية؟ على فكرة ده اعراض لحاجات كتير. زي ايه يا عم شريف؟ ممكن حساسية، ممكن فطريات، ممكن طفيليات، ممكن تعويرة وهو قاعد يهرش فيها. قصد كلامي ان لا غنى عن الدكتور البيطري. اول ما بتلاقي حاجة زي كده وما انتش مهيئ ان انت عارف ده ايه بالظبط، احنا بنروح لدكتور بيطري، بنقول له بعد اذنك الكلب ده فيه هرش، فيه كذا، فيه كذا، فيه كذا. اول حاجة الدكتور بيبدأ يعملها وهي اختبار الحساسية من عنده. بيعرف السبب؟ احيانا بتكون الحساسية نتيجة زي ما احنا قلنا عوامل خارجيه وداخليه، ممكن من الشامبو، ممكن من الصابون، ممكن من المكان. عرفت ان هي حساسيه، عرفت ان هي حساسيه، تعال 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 تعال، عرفت ان هي حساسيه، اي ابا ابا، عرفت ان هي حساسيه وخلاص، اتاكدت ان هي حساسيه وعايز تعالج وعايز تظبط وما رحتش لدكتور او كلام زي كده، بتعمل ايه؟ احنا هنبدا نشتغل عشوائي. عشوائي يعني ايه؟ يعني اول حاجه هنعملها هنحمي الكلب حمايه كويسه جدا. هتحميه حمايه كويسه جدا، ما بيستحمى عادي، لا، انا عايز نحميه بحاجه كويسه زي السباسيل او البيوتكس البيطري، بعيدا عن الشامبوهات، بعيدا عن المواد المجهوله المصدر. سيبكم من الحاجات اللي بتتعمل تحت السلم، لا، احنا هنجيب حاجه بيطريه
ان احنا نحمي بيها الكلب مظبوط علشان نطهر الجلد بتاعه. جميل. بعد الحمى عايزين نسرح للشعر بتاع الكلب تسريحة كويسة، وهنوقع كل الشعر المجعد المكتل، ولو امكن نقص شعر الكلب اللونج هنقصه. جميل. تالت شيء، هندي وجبات تغذية مختلفة عن الاكل اللي كان بياخده. ازاي يا عم شريف ده انا بدي كذا وكذا وكذا؟ راجع نفسك، يا ترى جبت دراي جديد؟ يا ترى حطيت له رز ومكرونة؟ يا ترى مثلا حطيت له اسماك؟ يا ترى حاجة؟ انت ممكن يكون في نوع معين من التغذية قلبة معاه بحساسية. فاهمين ازاي؟ شايفين جيري؟ خواجة وربنا. حقلة؟ حقلة؟ فالتغذية احيانا بيكون ليها اثر كبير في الحساسية. ايه العلاجات المستخدمة اصلا في الحساسية؟ في علاج بشري اسمه افيل. الافيل دي حقنة، لو كلب صغير بياخد نصها وتاني يوم بياخد نصها، لو كلب كبير بنديله الحقنة دي عضل مرة واحدة، ولو فضل تاني بنفوت يوم وندي حقنة مرة تانية. دي بتعمل ايه؟ دي بتمنع الحكة، بتمنع الهرشة، بتمنع المشاكل بتاعت الحساسية. لو انت متأكد حصل عندك بقعة نتيجة الهرش والعض من الحساسية، عندك الاسبراي، عندك الاسبراي بيترافايسين حاجة زي كده، الاسبراي بترجه وبترش مكان الجرح او الخربشة يومين ثلاثة، مرتين ثلاثة في اليوم، بتظبط وبتبقى مية مية. عندك في حقنة تانية للحساسية المزمنة، ومحدش هيقولك على اسم الحقنة دي ان شاء الله غيري. الحساسية المزمنة عبارة عن هرش دايم صيف شتاء، في طفيليات، في فطريات، مفيش اي حاجة برضو موجودة. هي ايه؟ حقنة اسمها بيتافوس، دي داخلها كورتيزون. البيتافوس دي لو اي كلب كبير حتى اخذ الحقنه كلها وهي عباره عن سنتي، كبده هينفجر. ايه ده يا رب؟ استغفر الله العظيم. يبقى الحل ايه؟ الحل ان انا بقول لك البيتافوس للكلب الكبير نص سنتي، وما ياخدش حاجه تانية من بقيه الحقنه، وما ينفعش تقرر الحقنه قبل 6 7 اشهر. الحاجات دي كلها انا بكلمك، لو جيت قلت لي انا عايش في الصحراء مفيش دكتور بيطري، لكن اول كلمه انا قلتها قلت لك لازم تروح للدكتور البيطري. اخر نقطة ولازم تتابعها دايما، هتحافظ على الكلب في الاستحمام وفي النظافة، لازم تشوف بعينك الكلب فيه حشرات ولا ما فيهوش حشرات، لان البق، الاراض، البراغيث، الناموس، اي حاجة من دي لو هرشت او قرصت ناموسية قرصت في الكلب، ايوه هتخليه يهرش، هتخليه يعفن، هتخليه مش قادر، هتخليه يحس ان هو كل مرة عايز ياكل في جتته. في فرق كبير ما بين الحساسية، في فرق كبير ما بين الطفيليات، في فرق كبير ما بين امراض متشابهة ان هي هرش وحكة. عشان كده اوعى تستهتر، اوعى تستهتر بكلام الدكتور، اوعى تستهتر بالدكتور البيطري. المفروض ان انت تروح وتكشف باستمرار وتتابع الكلب بتاعك. عشان كده احنا دايما بنقول الكلاب يا جماعة بتاخد مصاريف كتير. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، انا تعبت فيه، محتاج اللايك ومحتاج المتابعة للفيديو وشير عشان غيرك يستفاد. تحياتي لكل متابعيني في مصر في الوطن العربي في العالم كله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.